الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في البدايه برحب بيكم النهارده معانا في ورك شوب او بي دي. النهارده ان شاء الله السيشن ده فور بي دي كاستر انسرشن. في البدايه هنتكلم عن انواع الكاسترز وازاي نختار السيت اب والتايب العيان وازاي نحضر العيان قبل ما نركب القسطره. وبعد كده ان شاء الله معانا الدكتور ايمن هيفضل يورينا السيرجيكال انسرشن. طبعا احنا عندنا البريورتي ده بنقول السيرجيكال انسرشن والكاستر. وبعد كده هنشوف على الموديل بتاعنا ازاي نركب الكلوز كاستر على الموديل. بالنسبه للكورنيك اوبنيال كاستر انسرشن، طبعا عشان نبدا بي دي في عيان لازم عندنا قسطره. فطبعا الريجولار بيتونيال دايلسيس الاكسس بيبقى مش دايلر بيتونيال دايلسيس كاستر، والفانكشن بتاعت الكاستر دي ان هي مسؤوله عن الباي دايركشنال فلو. زي ما قلنا لكنا الدور بتاعتنا عباره عن فيل ان وبعد كده درين، فلازم يبقى في قسطره بتسمح بالباي دايركشنال فلو ده ان هي تخلي الفلويد جوه البيتونيال كافيتي. فطبعا الديزاين بتاع البيتونيال كاستر قريبه جدا من القسطره بتاعت البريمجاس، عباره عن ثلاثه سيجمنت. اول سيجمنت اللي هو الانترنال سيجمنت ده اللي هو بقى جوه البيتونيال كافيتي، وده اللي هو بقى متعرض للدايليزيت اللي بندخله جوه. وبعد كده في عندي اللي هو الفانل سيجمنت، ده عباره عن دبل كاوت سيجمنت، واحده موجوده في الريكتس المصل وواحد موجود سابكوتينيوس في الريكتس الشيس. بعد كده الاكسترنال سيجمنت ده اللي هو اللي بينتهي بالاكزيت، بيبدا بالاكزيت سايد وبعد كده العيان بيتعامل معاه بيوصله بالوسطه بتاعتنا اللي هي الوانشي. تمام، ده الديسكريبشن بتاع الثلاث سيجمنت بتوع القسطره بالتفاصيل بتاعتهم. وطبعا الاكسيت سايد بيبقى عباره عن 2 سم من او حوالي انش زي ما بنقول من الانترنال كاف. في طبعا تايبس كتيره قوي من البوزنيال كاسترز وهنشوف الانواع مع بعض. اول نوع اللي هو ده اللي بقى ستريت سنجل كاف كاستر، ده ما بقاش بيستخدم دلوقتي. بعد كده في عندي اللي هو الدبل كاف زي ما بقى كده في الهيستوري ان هو كان طبعا طفره لما دخلوا اللي هو الاثنين كفر خلينا ان هي تخرج كاف على القسطره بقت دبل كاف ستريت كاستر. وبعد كده بدات تظهر اللي هي الكويل كاستر. في البدايه اشتغلنا بالستريت وبعد كده في الفتره الاخيره شغالين باسطره الامتياز اللي هي الدبل اللي هي الكويل دبل كاف كاستر. وفي هي النسوان نيل وهنعرف فايدتها ايه ونستخدمها ازاي. طبعا عشان اختار القسطره لازم طبعا افصلها حسب العيان بتاعي. ففي عندي ديفرنت تايب زي ما اتفقنا. ففي عندي النقطتين مهمين على اساس اختار القسطره. تفتكروا لو انا استعملت القسطره اللي هي الستريت او الكويد هتفرق، ولو هي سنجل كاف او دبل كاف هتفرق؟ في حد عنده اجابه؟ في فرق بين الستريت والكويد كاستر في الاوت كام بتاعها او في الريتوبوتنايتس؟ هو البين الستريت جوه فيها بينفول اكتر مع الانجكشن. والكويت البين اقل. طيب السيمي كاف والدبل كاف هتفرق في الاوت كاب بتاعنا في الانفكشن؟ فعلا كل الفضلات اتعملت بعد كده لقوا ان الستريت والكويت مفيش فرق في الاوت كاب ما بين سواء كان بوتنايتس او الكومبليكيشن اللي بتحصل بعدين من القسطره. لكن مؤخرا كل الجايد لاينز بتكومنت برضه الكويت، لان هي تقريبا هي دلوقتي بتتصنع حتى اللي احنا شغالين بيها بقى لنا كذا سنه بالموضوع هي الكويت الكاسترة. لكن لقوا اختلاف كبير جدا ما بين سيمي كاف والدبل كاف كاستر، لقوا ان الدبل كاف بتقلل ريت البروتنايتس. فعشان كده ايه النيو جايد لاينز الاي اس ان 2020 ريكومند ان انا استعمل كوين دبل كاف كاستر. تمام، زي ما قلنا ان انا بحتاج ان انا بختار ريكومند ان انا استعمل دبل كاف كويد كاستر، وبختار هل هي ستريت ولا سوان ليج. ستريت اللي هي تبقى مستقيمه خالص، والسوان ليج شفناها في الصوره اللي هي تبقى متنيه. اكوردنج ايه؟ طبعا لازم اعمل ديزاين للكاستر بتاعي حسب العيان، حسب البيلت لاين اللي هو الحزام اللي العيان بيلبسه والبليسمنت على الاكزيت سايد. طبعا العيان بيتعامل مع الاكزيت سايد طول الوقت، هو اللي بيدخل الجلسه وبيخرج، وكمان مطلوب منه ان هو يعمل دريسنج على الاكزيت سايد بتاعه عشان يحافظ عليه وما يدخلش في انفكشن. فلازم يبقى الاكزيت سايد بتاعه ده اكسسبل، لازم يبقى هو قادر ان هو يوصل له بسهوله. تمام، ولازم يبقى فيزبل، لازم يبقى شايفه بعينه. ما ينفعش انا عيان عندي اوبيز وعنده سكين فولدز كتيره واحط له الاكزيت سايد تحت في الابدومين لو ويبقى هو لا شايفه ولا عارف ايه يتعامل معايا. فالمهم ان انا اختار الاكزيت سايد للعيان بتاعي قبل ما اركب القسطره. وطبعا البيلت لاين، هل العيان بتاعه متعود ان الحزام بتاعه يبقى بابل ابلايتس ولا بلول ابلايتس، لان برده على اساسه هحدد الاكزيت سايد بتاعي. تمام، ده الكلام اللي احنا قلناه. ازاي بقى انا العيان بتاعي قبل ما اركب القسطره بنحضره للايه؟ للاوبريشن. طبعا زي اي عمليه العيان بتاعي لازم يبقى فاهم ان هو داخل يعمل عمليه، ولازم ابدا الايدوكيشن بتاعي قبل ما اركب القسطره. احنا عندنا في دمنهور بروتوكول ان انا ببدا الايدوكيشن بتاع العيان قبل ما اركب القسطره. طبعا انت العيان بتيجي تحاول تفهمه يعني ايه بي دي، يعني ايه هيدخل دايليزيس، يعني ايه
هيبقى في اثار موجوده غير من الامتعان، ازاي يتعامل معاها، ان هو هيشتغل في البيت. طبعا انت مش صارينا على الموضوع عامل ازاي ينزل العيان، انت بتقول له ان انت هتروح البيت تشتغل مع نفسك، هتدخل دايليزيس وتخرج، واحيانا بتحتاج تبقى انجكت ميديكيشنز جوه القسطره، الاكسايت بتحتاج تعمل له كير وتعمل له دريسنج بنفسك في البيت. فالعيان بقى واخد الموضوع لان هو حاجه اهم، ان انا ازاي هبقى مع نفسي في البيت بتعامل مع القسطره ومع دايليزيس وهحقن نفسي، لدرجه ان في احيانا الناس بترفض، يعني بترفض ان هي تغسل لحد، انا ممكن اموته، انا ممكن ادخله انفكشن، انا مش هقدر احله، يعني بتاخد الموضوع بشكل فوري وما بتقدرش تستوعب الموضوع. فطبعا النقطه دي مهمه جدا عندنا في البروجرام، بناخد وقت جدا مع العيان، لازم العيان يتعلم كويس قوي ويفهم يعني ايه مطلوب منه ويفهم هو هيتعامل ازاي، ونفهمه ان القصه كلها تريننج، ان مع الوقت هيتعود، هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. حتى كنا يعني دايما بنقول لدكتور عماد احنا ليه ما نعملش مثلا ليه بوز نديها العيان توصف له التكس ان هو هيبدا ازاي وهيدخل ازاي ويخرج ازاي. قال لي يعني العيان هيبدا يبص على الورقه ولا هيبص على ولا هيشتغل زي سواقه بالظبط. انت لو انت بصيت للفرامل وانت شغال هتخبط في الحيط، فهو لازم متعود عليها ولازم ادرسها وحاضنها وفاهم هو بيعمل ايه من غير ما يفكر. يعني هو لازم يشتغل من غير تفكير، يعني بنديله فتره في التريننج كفايه. وطبعا جهان ليها دور كبير في القصه دي، بتقعد مع العيان مره واثنين وعشره. طبعا في عيان بيبقى سريع الفهم والاي كيو بتاعه كويس فبيستجيب بسرعه، عيان تاني بيغلبنا على ما بنوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. ولازم طبعا بنريفيو الشغل سواء انا او مدير قبل العيان ما بنديله ابروف ان هو يشتغل في البيت. فالنقطه دي مهمه جدا وبتاخد معانا وقت كتير. وبعد كده بصراحه يعني العيان هم اللي بيفرقونا، يعني شفنا ابداعات العيانين بعد كده في البيت غير عاديه. يعني احنا بنوصل لمرحله احنا خلاص عملنا العينه ودربنا وقلنا العيان انت محتاج مكان معين تغسل فيه ومحتاج ريسورسز معينه، فمكان تخزن فيه حاجتك ومحتاج مكان هاوي مش اكتر وسورس لميه. فلما كنا بنروح الهوم فيزل لقينا بصراحه يعني ابداعات العيانين ما كناش نتخيلها. في ناس ما عندهاش ووتر سبلاي حلت القصه دي، في ناس ما عندهاش سويتش حلت القصه دي، في ناس ما عندهاش مكان تخزن فيه حاجتها حلت القصه دي. يعني انتوا متخيلين ان احنا رحنا اماكن زرناها عامله ازاي؟ في ناس ساكنه تحت البير سلم زي ما بيقولوا وشغاله بيدي وشغاله كويس جدا والهايجين بتاعهم عالي والريت اوف بريتنس عندهم قليل جدا. في ناس رحناها البيت من غير سقف، انتوا متخيلين مفيش صدف عندهم خشب او حاجه زي كده. لا يمكن تخيلوا ان البيت ده كان حاله في المنصوره، احنا دخلنا الاوضه اللي بيغسلوا فيها بتعمل فيها الحاله بيدي سيتر ممكن تعمل فيها عمليه من كتر ما هم عاملين ضاغطين الجدران كلها بمشمع وبيعقموها ديلي وحاطين عاملين حوض جوه الاوضه. فشفنا يعني ابداعات العيانين، يعني بصراحه احنا ما زلنا لحد النهارده بنتعلم من عيانات بيتي. القصه ان هو العيان هو العقبه وان السوشيال كونديشن احنا شفنا ده بيتحل والحاجات بتحلها لان هو ما عندوش اوبشن تاني، هو عيان بيستراجل عشان يعيش، يعني هو ما عندوش اوبشن تاني ان هو يلاقي حل لقصه دايلسيس. فلازم يحاول يتعامل مع الظروف الموجوده ويحاول هو يحل المشاكل اللي عنده. فالحقيقه يعني عيان بيدي بالنسبه لنا مدرسه، كل عيان قصه لوحده وحاجه يعني بصراحه يعني كلنا بنتعلم منها. تمام. البري اوبريتيف بريبريشن زي اي عمليه، العيان بيفاص 8 ساعات على الاقل وبيامتي بلادر، وطبعا لازم نحضر الباول بتاعته علشان ما يحصلش بوست اوبريتيف كونستريشن اب تو ايما، هنادي لازم اب تو ايما لو العيان عنده بريفيس هيستوري اوف كونستريشن، لان طبعا الانمي الوحيد معانا في البيدي وزي ما هتشرح جيهان وتحكي الكونستريشن بيعمل اوبستراكشن في القسطره بيافكت الفلور ممكن يدخل عين في البوتنايتس. فبنعلم العيان دايما ما يكونش فيه كونستريشن. طبعا يعني ياخد شاور وطبعا بروفيلاكتيك انتي بايوتيك كل الجايد لاينز بتاكد عليها لان هي طبعا بتقلل ريت اوف انفكشن والبروتنايتس. فالبروتوكول عندنا 100 جرام فانكومايسين بري اوبريتيف اللي برضه نفس اي عمليه بنحضر اللاب بتاع العيان، بنعمل كواجيليشن بروفايل، بنعمل ايمجنج الترا ساوند ابدومين تشيست اكس راي ايكو. فطبعا لازم كل الحاجات دي تبقى متحضره. طبعا تركيب القسطره هو عباره عن تيم، احنا لينا دور النفروجيست والسيرجن ليهم تيم. بنعمل اكزامينشن العيان، بناخد منه هيستوري كويس، بنأسس معاه الكونديشن عنده في البيت عامل ازاي، هيغسل فين، هيميل، هيقدر يغسل نفسه ولا حد هيغسل له. وبعد كده بنبدا ناخد ديسيجن ان احنا خلاص هنركب القسطره وحضرنا العيان وحضرنا العمليه. بنبص على العيان ونعمل له اكزامينشن وبنحدد المكان اللي هنحط فيه الاكزيت سايت والكاب بتاعتنا هنعمل لها لوكيشن ازاي، وهنشوف مع بعض. طبعا الاكزيت سايت زي ما اتفقنا هو القاعده العامه ان هو يبقى فيزبل واكسبل للبيشنت، لازم العين يبقى سهل ان هو يوصل له وسهل ان هو يشوفه. فطبعا في عندي كذا نقطه لازم اخدها ان مايند وانا بحدد الاكزيت سايت بتاع العين. فطبعا هو بيبقى حاجه سوبرفيشال والسوبرفيشال كاب بتبقى قريبه من الاكزيت سايت، فلازم العيان يعمل ديلي كير ولازم يعمل له دريسنج كل يوم.
هنختار الاكزيت سايت ازاي؟ طبعا اكوردنج للبيت زي ما اتفقنا البيت لاين، لو العيان بتاعي اوبيز وعنده ريدندنت سكن لازم يبقى ايه الاكزيت سايت بتاعي ممكن اعمله فوق هنا زي ما احنا شايفين بري سيرفر تمام. لكن المنظر طبعا زي ما احنا شايفين العيان ده الاكزيت سايت بتاعه فين؟ تحت. فيعني هيوصلوا ازاي؟ هيعملوا دريسنج كل يوم ازاي؟ فمهم جدا ان انا اختار الاكزيت سايت العيان. فعندي ثلاثه اماكن ممكن احط فيهم الاكزيت سايت بتاعي، يا اما يبقى الناس دي هتوضح اكتر، يا اما يبقى لور ابدومينال تمام تحت هنا، او يبقى ابر ابدومينال، او يبقى تمام بريستيرنال. البريستيرنال ده طبعا لو عيان اوبيس قوي موربد اوبيستي وعنده ريدندنت سكن مش هينفع ان انا ادخل الاكزيت سايت في اي حته في الابدومين، فنضطر نعمله فوق في الشيست. ريشو عملناها في حالتين عندنا دمنهور مع دكتور عماد البريستيرنال كاستر. الابر ابدومينال طبعا لو العيان بتاعي عنده البيلت لاين بتاعه ابوز امبلايتس او ان هو برضو عنده دانت سكين تحت في اللور ابدومينال، فالافضل ان انا اخلي الاكزيت سايت بتاعي ابر ابدومينال. لو العيان بتاعي فلات ابدومين او لحد ما مش اوبيز قوي فبخلي الاكزيت سايت بتاعي ممكن اخليه لور ابدومينال. وبرضو اكوردنج للبيلت لاين لو العيان بيلبس حزام بتاعه ابوز امبلايتس الافضل ان انا اخلي الاكزيت سايت بلو، والعكس تمام برضو لو البيلت لاين بتاعي بلو امبلايتس الافضل ان انا اعكس الاكزيت سايت واخليه فوق الايه الامبلايتس يبقى ابر ابدومينال. بعد كده الكف او التيب بتاعت القسطره، طبعا عشان القسطره تبقى شغاله كويس مهم جدا اعمل كولايزيشن للتيب بتاعت القسطره بتبقى ديب في الايه في البلس. المفروض ان هي اندوميكالي تبقى اللاند مارك بتاعتي اللي هي الابر بوردر بتاع السيرفس بيوبس، المفروض تبقى التيب عند الابر بوردر او السيرفس بيوبس. طبعا لايف ان العيان يخش يعني يحصل له هيكسر مايجريشن للتيب وتبقى ويندرنج في اي حته في الابدومين، طبعا ده هياثر على الفلو بتاع العيان هياثر على البرين. هضطر ان انا اعمل له بوزيشننج مش هيخرج كل اللي بره، فافضل بوزيشن احط فيه التيب هو دي في البلبس عند الايه الابر بوردر او سيرفس بيوس. كان في كمان تكنيك كنا بنعمله زمان ان احنا كان السيرجن ممكن يخيط التيب بتاع القسطره في البلبس فور ماسل طبعا عشان افويد المايجريشن بتاع التيب او ذا كاستر. فالكاستر في اللوكيشن تبقى دي في البلبس تمام، علشان كمان الايه زي ما قلنا احنا بنعتمد على الجرافيتي والهيدروليك بريشر عشان اعمل الدريم بتاع اللي موجود جوه. والحاجه الثانيه كمان ان انا اقلل الاومنتا راب، المفروض ان انا ده فور البودي موجود في البلف كافيتي فوارد ان الاومنتا يلف حواليه او يحاول ان هو يعمل له رابنج عشان يكون ديفنس ميكانيزم، فممكن ده يسد الاثار ويعمل لي مال فانكشن كاستر تمام. بالنسبه للكف احنا عندنا اتفقنا من الجايد لاينز قالت لنا ان انا الافضل ان انا استخدم اللي هي الدبل كف كاستر، فعندي اثنين كف انترنال كف واكسترنال كف. طبعا الصح وزي الدكتور ايمن هيورينا بالفيديو ان انا بانسيرت الديب كف جوه ريكتس مصر ابعد عن اللينيا قلبة بتاع الابدومين تمام عشان اقلل الديب واقلل الهرنيا ككومبليكيشن بوست اوبرتيف انسيرشن. والاكسترنال كف دي تبقى بالظبط الدنيا تيشو بتبقى ايه زي ما اتفقنا 2 سم من الاكزيت سايت. طيب ازاي اركب البي دي كاستر؟ عندنا طبعا كذا طريقه بنركب بيها البي دي كاستر. طبعا احنا كنا زمان بنركب الحالات كلها كلوزد وكنا ريستريكتد قوي في حالات الاوبن سيرجيكال انسرشن لان ما كانش عندنا تيم سيرجيكال بيعرف يركب بي دي كاستر. لحد ما من حوالي 10 سنين جاء الدكتور احمد حلاوه من انجلترا وعلم تيم الجراحه عندنا الانسرشن بتاع البي دي كاستر سيرجيكال وبدانا نركب سيرجيكال وبقت البريورتي للايه للسيرجيكال انسرشن وبقى ستريكت قوي ان احنا نركب كروز او سبتينيوس انسرشن لحالات معينه قوي اللي هي بيبقى ما بقدرش نعملها انستيزيا حاله عندها دي بي تي حاله عندها كوموبيتس الانستيزيا بتوصل ان هي نايمها، فطبعا بيبقى حالات ستريكت قوي اللي بنركبها كروز. لكن طبعا عندنا البريورتي للسيرجيكال انسرشن فممكن اركب بيركوتينيوس زي بيركوتينيوس بلاين او ويز او زاوت بروتوكول وممكن كمان الترا ساوند جايدد بيركوتينيوس انسرشن. ممكن دايركت فيجواليزيشن ان انا عن طريق البروتوكول سكور او اوبن سيرجيكال سكشن هو يعمل اوبن سيرجري عاديه خالص او لابروسكوبيك. طبعا كل الجايد لاين دلوقتي بتكومنت لابروسكوبيك واحنا عندنا من اول السنه دي بدانا ندخل اللابروسكوب عندنا المنظور ومعظم الحالات الفتره الاخيره بنركبها لابروسكوبيك طبعا اوت كام هاي والكومبليكيشن ريت اقل بكتير. فطبعا عشان اركب قسطره وتبقى جود فانكشنينج عشان ندين سي بي دي محتاجه طبعا سيرجن ونفرولوجيست وانترفينشنال راديولوجيست معانا لو احنا اضطر نركب القسطره الترا ساوند جايدد او فلوروسكوب.
امتى بقى ابدا اركب القسطره؟ والحمد لله القسطره اتدربت في السيتر او احنا بنركب كلوز والقسطره فانكشن. هبدا ابتدي على طول ولا الصح ان انا ايه استنى شويه؟ اسبوعين جهان قالت اسبوعين برافو جهان. طبعا في عندي حاجه اسمها البريك اند ان انا الافضل او الاصح ان انا ما ابداش في الروتين اللي هيحصل على طول او ادخل دايزيت على طول علشان اساعد ان انا يحصل لي كويس التانل واقلل الريتو بريك واقلل الريتو هيرنيا والنايتس. فالافضل ان انا ببدا لمده ديلي بس اعمل فلاشنج للقسطره بسلاين كل يوم لمده اسبوعين عشان بريزيرف التانل بتاعي والروتين. لكن في بعض الاحيان بنضطر نرجع ان احنا نبدا بيدي على طول. جاي حاله ارجنت مفيش عندها اكسس بقى لها 10 ايام او اسبوع ما غسلتش فلازم ايه ابدا بيدي على طول. ده مش اجنس برضه ان احنا نبدا بس عندنا بريكوشن معين لازم ناخدها. لازم العيان بتاعي يفضل صباين نايم على ظهره وهو شغال مش مسموح انه يتحرك. كنا طبعا في السيرجيكال الاول كنا بنقعد شهر على العيان ما يبدا يتحرك بعد ما نبدا بيدي. لازم يقعد شهر كامل يشتغل ونايم. بعد اللابروسكوب اعتقد الفتره قلت خالص ممكن الدكتور ايمن بيسمح بعد اسبوعين العيان يتحرك وفي دايزيت جوه. ولازم طبعا ببدا سلو وجرادوال ادخل سلو اماونت او سمول اماونت اوف دايزيت وابدا ازود جرادوال عشان اساعد الاكوموديشن تبقى ضمن كافيتي واقلل الريسك بليك والهرمون. تمام. فالبريك ان بيريود الفتره اللي اتفقنا عليها هي 2 ويكس طبعا تبقى لونجر عشان اساعد على الوند هيلينج عشان امنع الفيلير واقلل الكومبليكيشن. تمام. وممكن الايرلي ليك موجود في بعض الكونديشنز وطبعا معظم حالاتنا بيبقى ايرلي بريك ان ان احنا حاله معظمها تيرمينال وما عندهاش اكسس فبنضطر نبدا على طول بندي على طول طبعا بالبريكوشنز وان شاء الله يعني تبقى الكونديشن اقل مع البريكوشنز لما ناخدها ان كونسيدريشن. في النهايه البليسمنت تكنيك والسكيل اوف اوبريتور ماست امبورتنت تو ديتيرماين اوف كاتر اوتكم طبعا هي اللي قايم عليها كل شغل القسطره. فمهم جدا ان انا اسيلكت القسطره المناسبه واحدد الاكسايت المناسب واكورد للعيان بتاعي. وادفانسد لابروسكوب هاز ادفانش اند ديزايربل اف افيلبل والحمد لله هو افيلبل عندنا بنبور. فكل الجايد لاينز بتقول ان احنا اللابروسكوب بتبقى ديزايربل عن الاوبن سيرجري. We care for planning of exercise placement. Very important. في نقطة لازم نقولها إن العيان لازم يبقى قاعد وأنا بحدد الإكسايد تاعي. ما ينفعش إن أنا العيان يبقى نايم على الترابيزة وأقرر إن أنا أحط الإكسايد فين عشان أشوف منظر الأبدومن وردانت سكن اللي موجود وأقرر الإكسايد تاعي يبقى لور ولا أبر أبدومنال ولا هقرر إن أنا أكتبه بليه ستيب. أتمنى إن أكون شاطرة عليكم. إن شاء الله دكتور أيمن هيتفضل يورينا السيرجيكال انسيرشن.